كابتن مي، عايز ابدا معاكي واسالك انت ازاي بداتي التحكيم؟ ليه اصلا خدتي قرار التحكيم؟ ليه اصلا قررتي اصلا تبقي حكمه مساعده كمان مش حكم مساعد؟ يعني ايه التفاصيل في هذا الامر؟ انا كنت بلعب كوره، يعني قعدت 15 سنه العب كوره في نادي التنميه سبورت اللي هو حاليا دلوقتي مستقبل الوطن. بعد كده انا حبيت ان انا ادخل مجال التحكيم، شفت ان انا شخصيتي تسمح ان انا اكون حكم، يعني حبيت نفسي في الموضوع وشفت ناس كبيره موجوده. قريت انا من الشخصيه دي عنيفه؟ لا والله يا ابني، بتزعل؟ بالعكس، طيب يعني. والله بتزعق؟ يعني اللي بيجي يعترض عليكي بتزعقيله؟ لا، مش بحب حد يقعد يعترض على الحكام زمايلي كتير ويتدخل في قراراتهم، يعني ركز في لعبتك هتكسب الماتش، يعني بلاش ليه يا كابتن الفاول ده، لا يا كابتن ده، ركز في شغلك هتكسب. الحكم المساعد بيبقى ليه دور في القصه بتاعه تهدئه اللاعبين والتدخل في هذه الامور، ولا الامور دي بتبقى عند حكم الساحه بس؟ هي قبل ما اروح للكابتن نعم، هي احيانا بتبقى ممكن تبقى للحكم المساعد كمان. انا احيانا ببقى شايفه اتنين لعيبه مثلا يعملوا مشكله مع بعض، تاتش مع بعض، بقول لهم انا شايفه هنادي الحكم يديك انذار، هخليك تطرد بره. بس لا، يعني لا، هشوف ان هو بيعمل اي مشكله او سبب في اي حاجه هبلغ الحكم على طول، فهو بيسكت. ما بتعديش واحده كده بالحب؟ لا، ما عداش، عشان انا لو عديت على حد لازم اعديها لحد، فما محدش يمسك عليا حاجه. ما بتعديش كابتن، ندى شايله منك. لا لا لا، ما بتعديش، ده حاجه كويسه جدا. ايوه بهزر معاك.